الحمد لله يعني على المعالجة الفيزيائية وضعت أحسن وصار أحسن كتير. أنا والده للطفل محمد الأصفاني جاني صغير معه ضمور في دماغه وأخذناه على عدة دكاترة وكان معه ضمور في دماغه وما يمشي طاول ولا بيتحرك طاول عملنا له عدة عمليات والحمد لله وضعه أحسن. واخر شيء دلونا على مركز معالجين، عملت ثلاث مراكز معالجه فيزيائيين، واخر شيء دلونا على مشفى الاورينت، مركز الاورينت معالجه فيزيائي، وعملت له عمليه وهلا الحمد لله يعني على المعالجه الفيزيائي وضعت احسن وصار احسن كثير، وهلا سجلنا الحمد لله بالروضه، وهلا صار يخطي تخطي، كان اول شيء ما يتحرك طاول لا ايديه ولا اجري، والحمد لله وضعه هلا احسن. راجعنا الطفل محمد الأزقاني بيشكي من ضمور دماغي بعد إجراء عمليات جراحية، ضمور دماغي طبعا أثناء الولادة وبعد إجراء عمل جراحي. هلا قالوا عنا بوجع على مركز أورينت الطبي من أجل العلاج الفيزيائي، وبعد إجراء جلسات العلاج الفيزيائي على أغلب الأجهزة المعالجة اللي موجودة عنا هون صار الطفل لحاله يمشي بمفرده بدون أي مساعدة. يوجد لدينا أجهزة متطورة في مركز أورينت الطبي في مركز العلاج الفيزيائي، وصلنا مؤخراً أجهزة معالجة من منظمة تحالف الأديان ومنها طاولة وقوف، أجهزة العلاج بالضغط، أجهزة تدليك بالاهتزاز وبعض البسكليت والأجهزة الحركية. Thank you.